الثلاثاء 2 يوليو 2019 في عربود الليلة. وليد منصور يكشف عن فيلم محمد حماقي. هو هيبقى فيه مفاجأة. فاليري أبو شارة تكشف سبب غيابها عن عشاء الممثلات اللبنانيات في بيروت. هني ممثلين من غير الجينيريشن، يعني هني قلون كتير زمان بالتمثيل، إنه ما مني أنا من جيلهم. يعني سرقة النجوم إلكترونياً. برادلي كوبر في مفاجأة جديدة. رسالة رامي عياش إلى هيفاء وهبي. بقول لها يا رب الله ينشلها شو ما كان المرض يكونه. ما سر حزن صفاء سلطان. أنا بنتيني للمكان، فمجرد أني أطلع من بيتي بحس بحزن شديد، فيها حالة نفسية فوت فيها بالداية أني طلعت من بيتي. أهلا بكم مرة تانية، أنا جوري بكر. وأنا خليل جمال. المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور أبدى سعادته بنجاح فيلم كازابلانكا اللي حقق أرقام قياسية في شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر، ولحد ما بنتكلم دلوقتي كسر حاجز 60 مليون جنيه. وطبعا ده اللي حمس وليد منصور إنه يقدم جزء تاني من الفيلم، واللي بسبب ده اتغيرت النهاية الأصلية للجزء الأول عشان يكون قابل للاستكمال في جزء جديد. من النهاردة مفيش منصور في عمر. بعد النجاح الكبير اللي حققه فيلم كازابلانكا، كلمنا منتجه وليد منصور عن عوامل نجاحه. اشتغلنا ان الفيلم ده يبقى اعلى حاجه في كل حاجه، فعشان كده يمكن ربنا كرمنا واحنا بنصور وابتدينا منتج. انا كنت دايما بقول لهم يا جماعه بس نخلص الفيلم ده وينزل هيفرق معنا كتير. احنا في يوم العيد، تاني يوم العيد بنعمل في يوم 8 مليون، دي ما يعني انا شك ان ممكن تحصل الفتره دي يعني تاني، لان ده كان رقم احنا تخضينا منه. يعني انت فاكرها عركه على اما تضرب وتصير. ولكن لماذا لم يتم عمل عرض خاص للفيلم؟ كل النجوم مسافرين، كانش فيه غير امير كرارة، وعملنا يوم انا وكرارة وبيتر واياد نصار. بعد ما الفيلم نزل عملنا كده اتجمعنا، وكل يومين ثلاثه بنجمع بعض وننزل زمايلنا من الوسط بيجوا. بس ما خلاص، اصل العرض الخاص ده لو انت الفيلم متقفل من بدري ومعاكي نسخك وبتاع ومبلغه الفنانين ومبلغه الضيوف، انا مش هاجي قبلها بيوم اقول لهم يلا نعمل بكره عرض خاص، دي صعبه جدا يعني. وبعد تحقيق الفيلم الاعلى الايرادات، هل يؤمن بالمنافسه؟ دايما موجوده يعني، والممر فيلم حلو جدا، وفيلم هيؤرخ في التلفزيون المصري كمان الفتره الجايه، انا شايف ده لان هو يستاهل. رامز عمل مفاجاه يعني، شايف ايراداته عاليه بامانه يعني، فمفاجاه وفيلم لطيف انا اتفرجت عليه برضه على المستوى الشخصي. وهو ده لازم يبقى فيه منافسه زي العيد الكبير، في منافسه رهيبه هتبقى بين اربع نجوم كبار. وما قلتش ليه انك ما بتعرفش تتضايق تعوم وانت بتقدم لها؟ يا عم انا بتقدم لعروسه ولا بقدم في كليه الشرطه. اما عن مشاريعه القادمه، ممكن يكون في كازابلانكا 2 السنه الجايه، في كده مباحثات انا وتامر حسني على مشروع برضه للسنه الجايه، حماقي شغالين على حاجه، لا شغال على كذا بروجكت، اهل الكهف داخل، خدنا موافقه الازهر اهو داخلين في موافقه الرقابه برضه عشان نبتدي نقوم المشروع. هل سيتضمن فيلم كازابلانكا 2 نفس فريق عمل الجزء الاول؟ ان شاء الله هيزيد مصطفى شعبان ونيلي كريم واحمد فهمي ان شاء الله. هنعملوها ولا ايه؟ وما هي تفاصيل فيلم محمد حماقي؟ لا دي ما فيش اي تفاصيل، هو هيبقى فيه مفاجاه، ودي مسؤوليه برضو ان حماقي اول ظهور ليه، يعني ان احنا نبقى مع بعض واحنا اصحاب، فانا مش هرضى ولا انا ولا هو غير المشروع نبتدي غير وهو مكتمل، مش 100% 200% ان احنا نعمل حاجه مختلفه. احنا بنقول نوقفوا لعب لحد كده. We'll be right back.
هننتقل دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل. للأسف هبدأ النيوز روم بخبر فقدان رمز من رموز الفن المصري وهو الفنان القدير عزة أبو عوف، واللي شيعت جنازته أمس بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد كبير من الفنانين اللي استقبلوا خبر موته بحزن شديد. الله يرحمه وان شاء الله يثبته عند السؤال ويكرمه وينور له قبره. كان راجل جميل وانا الحقيقه اشتغلت معاه كذا مره وكان اخ، يعني انا عمري في حياتي ما سمعت ان هو قال اتكلم في حق حد او قال كلمه كده او كلمه مش لطيفه، يعني بالعكس كان دايما عفيف اللسان. يعني الله يرحمه. انا اعرفه من اكتر من 20 سنه، اشتغل معاه 3 مسلسلات، عمري ما شفته بيزعل حد او حد بيزعل منه. فاحنا حزننا على عزة أبو عوف حزن ما اعرفش اوصفه وما اعرفش اتكلم. ربنا يرحمه. انا بشكر كل اللي جم وعزوا، ومتاكده ان هما بيحبوه جدا جدا، وان مصر خسرت بجد حاجه ما تتعوضش من 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 كل حاجه. يعني ما عنديش كلام ان انا اقوله غير ان اترحموا له بس، وان هو اكيد هو في مكان احسن اكيد. ومعنا دلوقتي في نيوز روم الناقد احمد سعد الدين اللي هيكلمنا اكتر عن حياه الراحل القدير الفنان عزة أبو عوف. البقاء لله يا استاذ احمد، والحقيقه ان هي كانت صدمه لكل الجمهور وللوسط الفني، اللي انا ما شفتش ان في حد اختلف فيه على محبه الفنان القدير عزة أبو عوف. حقيقه بننعي لعزة الفنان عزة أبو عوف للوطن العربي كله، لانه هو كان محبوب مش في مصر، كانت شعبيته وشهرته موجوده كمان في الدول العربية، فكان محبوب في كل الأقطار العربية. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا ويغفر له. هل حضرتك عندك تفاصيل عن كواليس آخر أيام حياته، خصوصا أن كان في تكتم شوية على تفاصيل مرضه؟ هو مرضه ابتدى من فترة طويلة، يعني سنة 2000 آخر 2011 توفت زوجته الله يرحمها مدام فاطمة. هو كان مرتبط بها وبيحبها جدا. حصل له زي صدمة، صدمة أثرت عليه، اتنقل المستشفى. حصل بعدها ان جاله مشكله في الاذن الوسطى، فابتدى بقى ان هو يمشي بالراحه وما يتحركش كتير. اثر بعد كده على القلب وعلى الكبد، يعني المراحل الطويله لحد الايام الاخيره. مدام اميره اللي هي زوجته الاخرى اللي بعد اتجوزها بعد فتره، كانت بتقول ادعوا له، لان هو كان في احد المستشفيات، ادعوا له الحاله حرجه، الى ان تم يعني كلام الله. برنس الفن ده اللي اتسمى بيه جنتلمان، انسان جميل. يمكن انا من الناس القليله جدا اللي تشوفيها في الوسط الفني ملهاش اعداء. انا انت لما تشوفي بدايه عزة أبو عوف كان عنده اقل من 19 سنه، هو وعمر خورشيد الله يرحمه وعمر خيرت وصادق الديني ووجد فرانسيس عملوا فرقه اسمها تيشا سنه اخر 67، كانت بتغني غربي. فترة الثمانينات كان هو استقل عنهم وعمل فرقة لوحده اللي هي فرقة الفور ام، هو واربع بنات اخواته. مرحلة اخرى دخلها عزة أبو عوف في بداية التسعينيات، وهي مرحلة ان هو يعتزل الغناء ويبقى ممثل. اشتغل مع مخرجين مهمين جدا، عاطف الطيب الله يرحمه لما جابه في كشف المستور، نادر جلال لما جابوا مع نادية الجندي في فيلم امرأة هزت عرش مصر، وهكذا. وطبعا في 2005-2006 هو بقى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي. من هنا ابتدينا نشوف مهرجان القاهرة السينمائي بشكل مختلف، ابتدينا نشوف النجوم اللي ما كانوش بيجوا الافتتاح والختام ابتدوا يرجعوا مرة تانية، لأن هو كان بيكلمهم وهم بيجوا عشانه، لأنه صديقهم عايزينه ينجح. الله يرحمه طبعا فنان جميل وقدير، واكيد هيفضل في قلوب الجماهير كلها. هو في حاجه جميله جدا ويمكن سمعتها منه مره برضو، يقول لك العظماء لا يرحلون، عزة أبو عوف هيفضل معانا على طول. شكرا جدا يا استاذ احمد. شكرا.
عربود الليلة. عنف النجوم مع الجمهور على السوشيال ميديا. فاليري أبو شقرة رابع أجمل امرأة في العالم. ما بيعني لي هيدا اللقب بقدر ما بيعني لي أنه ممثلة شاطرة. مفاوضات مع برادلي كوبر للمشاركة في فيلم جديد. بيحرص الفنانين على متابعة جمهورهم من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبيتواصلوا معاهم بشكل يومي، لكن مؤخراً اضطر أكتر من فنان للرد بأسلوب حاد على متابعيه، فيا ترى إيه السبب؟ تشارك دائماً عبير صبري جمهورها بأحدث صور على صفحتها على إنستجرام، ونشرت صورة جديدة ليها وعلقت: إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة فلا تكرر أخطاؤك القديمة. وبعدها تفاجأت عبير بسيل من الهجوم لترد بعدها على منتقديها بعنف. يذكر أن عبير صبري وزوجها احتفلوا بعيد زواجهم الأول من فترة قصيرة بدبي وبحضور أصدقائهم المقربين. أما حلا شيحة فنشرت صورة لابنها أحمد وهنائته بعيد ميلاده، وتفاجأت بعدها بهجوم عليها من أحد متابعيها على إنستجرام وكتب: لو كان حقيقي ابنك وحبيبك ما كنت فرقتيه عن والده وإخواته عشان الفن الهابط. وفقدت حلا أعصابها وكتبت: خليكي في حالك. يذكر أن حلا شيحة عادت للفن بعد سنوات من الاعتزال، وعرض لها في رمضان الماضي مسلسل زلزال أمام محمد رمضان. رأيك كده وبتاكل على مهلك. بس بصراحة الفول حلو. هو يقدر ما يبقاش حلو وأنت هتاكله؟ والله العظيم انت اللي زي العسل، وشك بشوش وقعدتك تفتح النفس. الله يخليك. وايضا شمس الكويتيه سقطت في نفس الفخ، وقامت بنشر بوستر لاحدى حفلاتها على صفحتها على تويتر وطلبت جمهورها بالحضور، وفاجئها عدد من المتابعين انهم لن يحضروا حفلها مما اثار استياءها. واخر كليبات شمس ابن زينت وانا واحده كل امراضي من عندك، زينت وانا واحده كل امراضي من عندك، سوى بي ضغط وسر ما كمل. كما هاجم ايضا احمد فهمي احد متابعيه، ولكن ليس بسبب مغازلة خطيبته هنا الزاهد، ولكن بسبب انتقاد احد متابعيه لمستوى الجرافيكا الذي ظهر من خلال شخصيتين الكرتون الشهيرة كابتن ماجد وبسام في مسلسل الواد سيد الشحات. واندهش فهمي من التعليق ورد عليه بطريقة عنيفة، واوضح ان ظهور الشخصيات الكرتونية بالجرافيك متواضع كان مقصود ليتماشى مع المشهد الكوميدي، وانه حقق نجاح فور عرضه. وطلب فهمي من منتقده بعدم مشاهدته ووصفه بانه تقيل الدم ولا يستوعب الكوميديا: اوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني ابدا. اليوم سوف افوز. فاليري ابو شقرة وعروس الوسط الفني المنتظره واللي اعلنت مؤخرا عن خطوبتها هي رابع اجمل امراه في العالم، فيا ترى هي شايفه الموضوع ده ازاي؟ فاليري جميله شكلا ومضمونا، وهي كمان بتحاول انها تطور من نفسها كممثله رغم صغر سنها. بس بصراحه يا خيي كان في استغراب ان هي كانت غايبه عن العشاء مع الممثلات اللبنانيات من كام اسبوع. بص، هي فعلا حاجه غريبه اكيد يا جوري، بس اكيد فاليري عندها رد للموضوع ده. أي كنت البساطة العفوية والجمال الداخلي والخارجي، وبالرغم من كل هالشي إلا أن ما بتشوف أنه جمالها كان إضافة أساسية لها كفنانة. أكيد ما رح أقول، ما رح كذب أقول ما بيضيف، أكيد بيضيف، بس ما بيضيف شي كتير بسيط، لأنه الجمال بيبين أول شي، بس بعدين أنا قد أقدر أثبت حالي. وكيف بتشوف وصفها كأجمل وجوه العالم مثل ما قالوا عليها من قبل، من بعد ما لقبت بملكة جمال لبنان؟ صراحة ما بيعني لي، يعني يمكن أول ما قالوها هيك انبسطت شوي أنه أوكي، بس ما بيعني لي هيدا اللقب بقدر ما بيعني لي أنه ممثلة شاطرة. وبجانب الأضواء، فاليري أبو شقرة بتعيش حالة من السعادة الكبيرة من بعد ما تم خطبتها مؤخرا من رجل الأعمال زياد عمار. كتير كتير حلوة، وإن شاء الله كل حدا عباله يعني يكون في حدا بحياته وينتقل على ستيب أكتر سيريوس يكون مبسوط مثل ما أنا مبسوطة.
وهل حياتها الجديدة رح تأثر على فنها؟ لا، هو الفن لما يكون من جوا جاي صعب حدا يخده منها. وهل زياد بيدعمها؟ أكيد. وبصحى صوتك على مس إيدك كأني خلقان من جديد. وعلى جانب آخر حبينا نسأل فاليري عن السهرة يلي أقيمت مؤخرا بين فنانات لبنان وليش ما كانت موجودة معهم. ايه ما بعرف ما بعرف شو بدي جاوبك. هن ماسين من غير جنريشن، يعني هن قلون كتير زمان بالتمثيل، انه ما مني انا من جيلهم، يعني بحبوا انه ما عندي مشكلة مع حدا. وبعد النجاح يلي حققته بمسلسل مافية، فاليري وكاست المسلسل بصدد تحضيرهم لجزء تاني. مزبوط، بينعرض مبدئيا بجانوري نكست يير، بنبلش تصويره هلا باغست او سبتمبر. ماذا بعد أستارز بورن؟ ده سؤال حابين يعرفوا اجابته محبي برادلي كوبر، واللي من الواضح كده اننا هنعرف الاجابه خلال الايام اللي جايه. من الواضح أن برادلي كوبر على أعتاب الترشح للأوسكار للمرة الثانية بمسيرته الفنية قريباً، وهو الأمر يلي تأكد منه النقاد ومحبي السينما من بعد الكشف عن وجود مفاوضات معه لبطولة فيلم نايتمير آلي، من بعد اعتزال ليوناردو دي كابريو عن الدور وما انكشف لغاية هلأ عن الأسباب الحقيقية حول رفضه. والفيلم مقتبس من رواية ويليام لينزي غراشم الشهيرة يلي بتحمل الاسم نفسه، وسبق وقدمه بفيلم سينمائي عام 1947، وشارك بوقتها ببطولته تايرين باور وجوان بلاندل، ويعتبر هالفيلم واحد من أهم كلاسيكيات السينما العالمية. You're not a regular MD, are you? Of course not. But anything my patients reveal to me is as sacred as though it were given under the seal of the confessional. Is that clear? All right. You don't have to get on a soapbox. وبالرغم من انه برادلي ما تعاقد لغاية هلأ على بطولة الفيلم، إلا انه كتار من المقربين منه أكدوا انه مغرم بكل تفاصيل السيناريو والقصة، وانه من عشاق الفيلم القديم، كما انه زاد حماسه وقت عرف انه رح يكون من اخراج غييلمو ديل تورو الحاصل على جائزتي اوسكار عن فيلمه The Shape of Water يلي طرح عام 2017 وحقق نجاح كتير كبير. Get him out. What are you talking about? No. You need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh God, it's not even human. وأكدت مصادر بأنه غييلمو بينتظر موافقة برادلي حتى يبدأ باختبار باقي أبطال العمل من أجل أنه يبدأ تصويره بالقريب العاجل. فهل تتوقعوا أنه يحقق نايتمير آلي النجاح يلي حققه ستارز بورن، أم رح يوقع برادلي كوبر بفخ عدم التجديد لكون ستارز بورن كان مقتبس أيضا من فيلم من كلاسيكيات هوليوود؟ بعد الفاصل في عربود الليلة، نجوم يتعرضون للقرصنة الإلكترونية، كيف علق رامي عياش على ديو زياد برجي ومايا دياب؟ يمكن ما يكون كتير ستيلي بالغناء أو ستيلي بالألحان أو ستيلي بالتوزيع، ولكن الله يوفقهم. مشاهير ما زالوا أصدقاء رغم الطلاق. قائمة هوليوود ريبورتر الخاصة بذا موست باورفول بيبول إن كوميدي.
اتعرض أكتر من فنان خلال الفترة الأخيرة لسرقة حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وده عمل لهم إحراج كبير بعد ما قام منتحل شخصية النجم بإصدار تصريحات على لسانه. فخلونا نشوف مع بعض مين هم النجوم اللي تمت قرصنة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإزاي تعاملوا مع الموضوع. تعرض كريم عبد العزيز لسرقة حسابه الرسمي على انستغرام، لكنه استطاع إعادته بعد ساعات. ونشر كريم صورة له على انستغرام وعلق: أول صورة بعد سرقة الأكاونت بتاعي من ناس، والله مش عارف بتعمل كده ليه. وكانت الصورة من فيلم الفيل الأزرق 2. كان في أم بتحب ابنها كده، كان اسمها لو، ابنها كان اسمه شيء. أيضا أعلنت أمل رزق عن سرقة حسابها على الفيسبوك، ونشرت أمل على صفحتها على انستجرام تعليق كتبت فيه: يا جماعة صفحتي على الفيسبوك اتسرقت، محدش يفتح أي لينك يتبعت. وبعدها بأيام استطاعت أمل أن تعيد صفحتها وتفاعل معها الجمهور، كما قامت بنشر صورة لابنتها لما وهي على البحر، ويذكر أن آخر أعمال أمل مسلسل للحب فرصة أخيرة. ازيك يا أمل؟ ازيك انتي؟ محدش هنا خالص خالص، كل البنات خرجوا من هنا، وارجع اتكلم وتقولي بتكلمي كتير وتزعلي. كما نجحت راكين سعد في استعادة حسابها على الفيسبوك بعد سرقته لعدة أيام، وأعلنت راكين عبر صفحتها على إنستجرام إنها أعادت حسابها وكتبت: الحمد لله أخيراً رجعت الفيسبوك. يذكر إن آخر أعمال راكين مسلسل العاشق صراع الجواري. بداية لم أكن أعلم أنك تحمل لي كل هذا الحب، فوجئت بالأمر. أما ماجد المصري فانتشر له صفحة على الفيسبوك باسمه وعرضت أشياء بعيدة عنه تماما، وتخيل متابعيه إن أحد قام بسرقة صفحته. لكن خرج ماجد بفيديو عبر صفحته على انستجرام وقال من خلاله أنه ليس له حساب على الفيسبوك وحسابه الرسمي على انستجرام. جماعة، في حد منتحل شخصيتي على الفيسبوك وبيقول إن هو بيعمل مسلسل وعايز وجوه جديدة، فأرجوكوا خلي بالكوا عشان الكلام ده كله نصب. أنا ماليش أي حساب على الفيسبوك ولا تويتر ولا أي حاجة خالص، هو الانستجرام فقط لا غير. يذكر إن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل زلزال أمام محمد رمضان. بقاء لله. جاي تشمت يا ابن فهيمة؟ اللهم لا شماتة، أنا جاي بص في عينك يا خليل وانت واقف تاخد عز أختك اللي مدت بسبب ظلمك وبخلك وفترك عليها. أيوة واقف زي ما وقفت في يوم من الأيام اخد عزاء ابوك وامك واحنا بندفنهم في مدافن الصدقه. من 8 سنين قدم رامي عياش ومايا دياب ديو حقق نجاح كبير، وده اللي خلاه يعلق على الديو اللي جمع مؤخرا بمايا دياب وزياد بورجي خسرنا بعض. وكان في لفتة حلوة من رامي عياش خلال لقاء زميلنا راغب حلاوة معاه في بيروت بتوجيهه رسالة لهيفا وهبي بعد مرضها. يمكن ما يكون كتير ستيلي بالغناء أو ستيلي بالألحان أو ستيلي بالتوزيع، ولكن الله يوفقهم. هيدا كان رأي رامي عياش بديو الجديد يلي جمع بين مايا دياب وزياد بورجي خسرنا بعض. وخسرنا بعض. ما فت بتفاصيل العمل كتير، أنا مني ما بقدر مثل كل أزواق العالم، بقدر مثل زوقي. أوقات بكون أغني مش مثل ما أنا بحبها أنها تكون، أوقات بتكون بس في أغاني بتنجح ما بتكون على زوقك أنت، وفي العكس صحيح كمان. بتمنى لهم التوفيق، الله يوفقهم. وخسرنا بعض
بطلنا نتلاقى. وقبل 8 سنين جمع ديو سوا بين رامي ومايا وحقق نجاح كبير جدا بوقتها. انسى الدنيا عيشي إلي مثل الورود الدللي. الله يوفقها بكل أعمالها. كل عمل ديو حلو لازم يكون، لأنه بيجمع بين، هو المفروض أنه يجمع بين ثقافتين أو يجمع بين لونين أو يجمع بين جيلين أو يجمع بين سوقين، يعني مصري لبناني أجنبي لبناني something like that. ومن ضمن الديوز يلي قدمها رامي كمان ديو عم بحلم فيك مع هيفا وهبي، وحب انه يوجه لها رساله من بعد علمه بمرضها. بقول لها يا رب الله ينشلها شو ما كان المرض يكون، وان شاء الله نحن واقفين حدا بكل شيء. ان شاء الله ما يكون شيء كتير كبير، يعني بعد ما سمعت انه شيء كتير كبير شو ما كان الله ينشلها منه ان شاء الله. انا عم بحلم فيك همي كله اني وبعد الحديث الكتير عن وجود خلافات بين رامي عياش ووائل كفوري، أعاد وائل مؤخراً نشر لقاء تلفزيوني لرامي مع كارلا حداد، وتصور البعض أنها مبادرة من وائل لإنهاء الخلاف. أنا بعمل ريتويتات لكثير من الناس ومن البرامج، ما بعرف إذا ريتويت لإلي أو لكارلا، بس إنه بشكل عام حلو هيدا يعبروا عليه حتى لو مش قصدينه، يعبروا قديش الفنانين مرتاحين مع حالهم. رفع كثير من المشاهير شعار أصدقاء بعد الطلاق وما هنتش عليهم العشرة، خاصة مع وجود أطفال بينهم، فخلينا نشوف من هم أبرز المشاهير اللي انفصلوا ولسه أصدقاء لحد دلوقتي. فجأة نادية الجندي جمهورها بنشر صورة بتجمعها بزوجها السابق المنتج محمد مختار أثناء تكريمهما في لبنان من مهرجان الزمن الجميل، ورغم أنه لا يوجد أبناء بينهما فإنهما ظل أصدقاء، وخاصة بعد انفصال مختار عن رانيا يوسف واللي أنجب منها ابنتان. جدير بالذكر أن نادية الجندي تزوجت من محمد مختار عام 1978 وانفصل عام 1995، وقام مختار بإنتاج 8 أفلام سينمائية كانت كلها من بطولة نادية الجندي، وآخر تعاون بينهم عام 2015 من خلال مسلسل أسرار. دام أسرار أنت مقبوض عليك. عملتش حاجة. إيه؟ أنا كل لحظة بموت فيها 100 مرة من الخوف. نفس الأمر تكرر مع غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، فرغم طلاقهم بعد 20 عام زواج مازالوا أصدقاء. وكثيراً يتغزل الهواري في صور غادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويبارك لها دايماً على أعمالها الفنية الجديدة. من ناحية أخرى اعترفت غادة من خلال إحدى البرامج إن علاقتها بالهواري أصبحت أفضل بعد الطلاق، وأصبحوا كمان متفاهمين بشكل كبير. بس إحنا أصدقاء زي ما إحنا مع بعض، أنا رايحة له النهاردة العرض بتاعه، لسه يعني ستيل مع بعض صحاب جدا أكتر من وإحنا متجوزين. وآخر أعمال غادة عادل فيلم نادي الرجال السري، وكمان شاركت كضيفة شرف في فيلم كازابلانكا. زي خبر اسمك ابني حسن بيتاجر في المخدرات. تاجر في المخدرات ايه حاجة الواد في جريد 1. أما عمرو دياب وشيرين رضا فيعتبروا أفضل مثال عن العلاقة الطيبة بعد الطلاق، وحرصت شيرين على حضور عيد ميلاد عمرو أكتر من مرة، بالإضافة كمان لتصريحاتها عن عمرو في أكتر من برنامج تلفزيون. يذكر إن عمرو وشيرين تزوجا عام 1989 وأنجبت منه نور، وظهر الثنائي معا في أكتر من كليب غنائي منها عيني منك. وأيضا استمرت العلاقة بين أحمد السقا ومها الصغير بعد تردد إشاعات عن انفصالهم، وظهروا في أكتر من مناسبة معا وآخرها في حفل تخرج نجلهم ياسين. عربود الليلة، من أطلق على صفاء سلطان اسمها الفني؟
الأستاذ ياسر العظمي هو اللي سماني صفاء سلطان. كشفت هوليود ريبورتر مؤخرا عن القائمة السنوية الخاصة بأقوى الأشخاص في مجال الكوميديا، فيا ترى مين الأسماء اللي ضمتها القائمة؟ ضمت قائمة هوليود ريبورتر لهالعام أكثر من 40 اسم لامع بمجال الكوميديا، أبرزهم إيلين دي جينيرس يلي ما ممكن إنها ما تكون بهالقائمة، فهي صاحبة ال 61 سنة يلي ما ممكن إنه نشاهدها أو نغير الفيديو يلي بتظهر فيه بسبب خفة دمها وعفويتها. I heard you're scared of clowns. No, I'm not afraid of clowns. But I heard that you were. وكذلك كيفن هارت يلي ما بيضحك وما بيبتسم كتير بالأفلام يلي بيشارك فيها، ولكن مجرد ظهوره ولو لبضع ثواني بيخليك توقع على الأرض من الضحك. والأمر نفسه بالنسبة إلى ميليسا ماكارثي يلي ما بتخيب أميننا فيها على مدار تاريخها الفني، فهي يلي استطاعت أن تقدم الأدوار التراجيدية بحس كوميدي إلى جانب الأدوار الكوميدية لدرجة خليها تترشح لجائزتين أوسكار. كما ضمت القائمة تيفاني هادش هالفتاة اللي عاشت بدون رعاية وواجهت حياة بمنتهى القسوة، استطاعت بموهبتها وحسها الكوميدي الغير تقليدي من انها تكون من اقوى نجوم الكوميديا بالعالم. Now you never ever want to do this with a pineapple. I almost died. والسوبر وومن إيسارا يلي استطاعت إنه تنجح كممثلة كاتبة منتجة مخرجة ومؤسسة ويب سايت، لذا كان من الطبيعي إنها تنجح في إنها تكون واحدة من أهم نجوم الكوميديا. وكذلك إيمي شومر يلي بتستغل كل الفرص حتى ترسم الضحكة على وجوهنا إن كان من خلال أعمالها الدرامية أو ستاند أب كوميدي أو حتى من خلال هير انستغرام اكاونت. بينما ضمت القائمة ايضا ادم ساندلر يلي ما بيتوقف للحظة عن انه يضحكنا. You notice anything out of the ordinary? The Americans. But we didn't do this. Someone's trying to frame us. We do things together, so can we please just figure this out? وبأغلب الأوقات بيفشل الممثلين من الأصول الهندية أو الباكستانية بأنه يقتحموا عالم هوليوود، إلى أنه الأمر مختلف تماماً مع كومين نانجياني اللي دخل عالم هوليوود من أوسع أبوابه حتى وصل إلى قائمة هوليوود ريبورتر الخاصة بـ The Most Powerful People in Comedy. صفاء سلطان فنانة ما عندهاش هوس بالبراندات ولا الماركات على الرغم من جمالها وأنقتها، بمعنى الحاجة اللي بتحبها وبتريحها بتلبسها، وده اللي قالت لينا عليه في الجزء الأخير من نجم الأسبوع النهاردة، بالإضافة كمان إنها كشفت لينا عن سبب عدم حبها للسفر. أستاذ ياسر العظمي هو اللي سماني صفاء سلطان، كان سلطان قاعد جنبي. أستاذ ياسر قال له شو اسمك؟ عم قال له سلطان، عم قال لي صفاء سلطان. صفاء سلطان اسمك الفني، دائما اسم سلطان مرتبط فيني بكثير أمور، مو بس لأنه أخي، يعني غير أنه هو أخي أنه هو بيدير أعمالي أو هو بيدير باله علي أو أي شيء، لا وبس هيك اسمه له مرتبط فيني. الحقيقة هو في إعلامية سمتني هذا الاسم، عملت معي بداية اللقاء قالت لي أنا شمية دمشقية، فقلت لحظة إنه أنا أردنية وأفتخر طبعاً بأردنيتي، وأيضاً عندي انتماء قوي جداً لسوريا، هدول البلدين أنا بحسهم بلد واحد، أمي وأبي يعني عرفتي شو؟ فلقب النشمية الدمشقية أذهلني. تعرف اليوم كنت رايحة أقدم استقالتي؟ استقالتك يا مجنونة؟
علقوا علي الإعلامي زكريا فحام قال إنه السلطانة صفاء سلطان، فأنا سألته ليه؟ عم قال لي لأنه أنت كل شيء، أنت بتغني بتقلدي بتمثلي عندك سرعة بديهة، حدا خفيف الظل، حدا وصفني بألف وصف أمام ملايين من الناس يعني، فخلاني إنه عفواً مو ملايين أشوال الأوفرة. مرسي جداً 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 إنك اديتني الفرصة الجميلة دي. أيوة أستاذ بطرس، بعد جاهز؟ أيوة جاهز. ما بحب السفر، بسافر كتير بس أنا السفر بيتعبني، أنا بنتمي للمكان، فمجرد إني أطلع من بيتي بحس بحزن شديد، فيها حالة نفسية فوت فيها بتضايق إني طلعت من بيتي. بتحكي مزبوط، والله بتحكي مزبوط. بحب الساعات بس مو كلهم أوريجينال. كثير بحب الإكسسوارات يعني، مو شرط يكونوا فرانس، في منهم فرانس في منهم لا، أي شيء بلاقي حلو بجيبه يعني. أنا إكسسواراتي أنا اللي عم أنا بلبسها بهذا البرنامج. انتظروا غدا الممثل الوسيم فراس سعيد في فقرة سؤال وجواب فقط في عربود. بستغفر ربنا في رمضان، بستغفر ربنا، انزل كل يوم الفجر الحمد لله بصلي في الجامعة. ضربت استاذ مرة. عربود الليلة وكان فيها وليد منصور يكشف عن فيلم محمد حماقي. هو هيبقى فيه مفاجأة. فاليري أبو شارة تكشف سبب غيابها عن عشاء الممثلات اللبنانيات في بيروت. هني ممثلين من غير الجينيريشن يعني، هني قلون كتير زمان بالتمثيل، إنه ما مني أنا من جيلهم يعني. سرقة النجوم إلكترونيا. برادلي كوبر في مفاجأة جديدة. رسالة رامي عياش إلى هيفاء وهبي. بقول لها يا رب الله ينشلها شو ما كان المرض يكونه. ما سر حزن صفاء سلطان. أنا بنتمي للمكان، فمجرد إني أطلع من بيتي بحس بحزن شديد، فيها حالة نفسية فوت فيها بتضايق إني طلعت من بيتي. وبكده تكون خلصت أخبار وأحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود، وشكرا لمتابعتكم.